واحد بيعايز يسأل على عبارة صلوا من أجل القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموه. احنا بنصلي من أجل الذين قدموها والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، يعني كل اللي اشتركوا في القرابين دي بنصلي من أجلهم. وفرصة كويسة ان احنا نصلي من اجل الذين قدمت عنهم، ان الناس اللي بيقول ارفعوا القرابين النهاردة من اجل الموضوع بتاعي، او ان احنا اثناء صلاة القداس الالهي واحنا بنقول الكلام ده نفتكر بعض مرضى القرابين بتقدم عنهم، او بعض ناس يتوفوا ربنا ينيح نفوسهم.